من المقرر أن يزور فريق من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية سوريا في الفترة ما بين 17 و 22 من شهر كانون الثاني يناير الجاري، وذلك ضمن جهود إزالة برنامج الأسلحة الكيماوية السورية. ضمن الجهود لإزالة برنامج الأسلحة الكيماوية في سوريا، من المقرر أن يزور فريق من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية دمشق في الفترة ما بين 17 و 22 من الشهر الجاري. نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيجي إيبو أكد أن بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة لا تزال في طور دراسة جميع المعلومات المتاحة المتعلقة بمزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، مشيرا إلى أن فريق التحقيق لا يزال يعمل بشأن قضية استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا. كما أوضح نائب الممثلة السامية أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لم تتلقى المعلومات التي طالبت بها بشأن 20 قضية معلقة حاليا، وبالتالي فإنه لا يمكن اعتبار إعلان الحكومة السورية حول برنامجها دقيقا ومكتملا وفقا لاتفاقية الأسلحة الكيماوية. وفي إحاطة لمجلس الأمن قال المسؤول الأممي أن أي استخدام للأسلحة الكيماوية في سوريا غير مقبول وسيؤدي حتما إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك، مشيرا إلى أن غياب المحاسبة لاستخدام تلك الأسلحة في الحرب السورية يعد تهديدا للسلام والأمن الدولي. هذا ووجهت اتهامات للحكومة السورية بشن هجوم على الغوطة الشرقية ومعظمية الشام قرب دمشق استخدم فيه غاز السارين، كما استخدم في عام 2017 غاز السارين والكلور في هجومين استهدفا بلدة اللطامنة بريف حماة، ما دفع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في أبريل 2020 لاتهام الحكومة السورية بشنهما. ووجهت اتهامات للحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيماوية في أكثر من واقعة، وجردت بموجب هذه الاتهامات من حق التصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في نيسان أبريل الماضي. وحول هذا الموضوع أرحب بضيفي من روما مسعود محمد، كاتب وناشط سياسي. أهلا بك أستاذ مسعود. إذن فريق من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى سوريا خلال الأيام المقبلة، لماذا برأيك أستاذ مسعود؟ نحن بصدد مفاوضات مع النظام السوري، هناك محاولات لاستمالة هذا النظام، وكل فترة المجتمع الدولي يستخدم الأوراق التي لا نقول بأن النظام السوري لم يقم بها، هو حتما قام باستخدام الأسلحة الكيماوية ومارس الإرهاب بحق الشعب السوري، ولكن كل فترة يستيقظ المجتمع الدولي ليستخدم هذه الأوراق ضد النظام ويحاول استمالة النظام وأن يفرض على النظام أجندة سياسية خارجية معينة. الآن في هذه المرحلة مطلوب من النظام السوري أن ينفك عن إيران ويبتعد عن إيران، وبالتالي يتم استخدام كل هذه الأوراق ضده لإقناعه بطريقة أو بأخرى التخلي عن النظام الإيراني والاتجاه نحو العرب. وشهدنا قبل فترة وزير خارجية عمان في سوريا والآن وزير خارجية الإمارات، وهناك محاولة لجمع الرئيس السوري مع الرئيس التركي، وبهذا الاتجاه يأتي كل هذا التحقيق. بالإضافة لما ذكرت أستاذ مسعود، أيضا بحسب فريق المنظمة سيقوم بإجراء أنشطة محدودة خلال هذه الزيارة، يعني عن أي أنشطة تحدثون؟ ما شكل هذه الأنشطة بعد سنوات من استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا عام 2013 وعام 2017؟ إنها محاولة استعراضية للبحث عن بقايا هذه الأسلحة، ولكن أنا أعتقد بأن النظام السوري قد أخفى أثر كل ما قام به، وهو بكل بساطة يستطيع أن يتحجج بأن المنظمات الإرهابية التي قامت باستخدام هذه الأسلحة وهو لم يقم باستخدامها، وهو يعرف كيف يناور بهذا الاتجاه وبهذا الإطار. وكل الكلام عن تحقيقات وكل الكلام عن بحث هو كلام فارغ ما لم يتم استدعاء بشكل حقيقي رجال النظام السوري لتحقيق معهم. طيب أليس لافتا موافقة دمشق على دخول هذا الفريق لتقصي الفريق الأممي إلى سوريا حول هذا الموضوع طبعا الكيماوي السوري؟
طبعا لأنها متأكدة أنه لن يجد شيئا، لذلك هي لا تريد أن تعرقل الأمور، بالعكس تريد أن تقول بأنني منفتح وأنني أدعو الجميع لأن يأتوا ويحققوا وأنا نظام تحت القانون لكي يستفيد من هذا الوضع. هناك مسائل عالقة أصلا بين الفريق الفني أستاذ مسعود حول، وقال حينها مسؤول المنظمة يقول أنهم لم يتلقون ردا حول 20 قضية لاستخدام الأسلحة الكيماوية من دمشق، ماذا عن هذا الشأن؟ وهل تتوقع أن يكون هناك رد من قبل النظام وأن يدين نفسه وأن يقول لهم بأنني استخدمت الأسلحة النووية الأسلحة الكيماوية؟ النظام لن يرد ولم يرد سابقا ولن يرد في المستقبل، وقد شاهدنا سابقا عندما أتى المبعوث السوداني إلى سوريا كيف كان يسرح ويمرح ويمارس حالة من السياحة في الوقت الذي كان مطلوب منه أن يحقق بالهجمات الكيماوية. إذن يعني عدم الرد، وهل تجاوزت المنظمة حظر الأسلحة الكيماوية هذه النقطة من خلال هذه الزيارة المرتقبة؟ هي تعرف بأنه لن يرد وهي لا تتوقع منه الرد، وهي تعلم بأن هذه المسألة سيتم طويها لاحقا بأي شكل من الأشكال، خاصة وإذا النظام السوري خضع للشروط الدولية. طيب تحدث عن يجب أن يكون هناك تحقيق مع ضباط أو مع المسؤولين السوريين، طيب ما هي الظروف التي تهيئ هكذا استجواب؟ سقوط رأس النظام وإن لم يسقط؟ وإن لم يسقط لن يكون هناك تحقيق، هذا يعني هناك تسوية. موضوع ملف الكيماء والأسلحة الكيماوية في سوريا كيف يمكن إغلاقه إذن؟ لا يمكن إغلاقه، سيبقى ملفا مفتوحا وكل حين عندما يتم الحاجة إليه سيتم استخدامه. طيب أشكرك جزيل الشكر ضيفي من روما مسعود محمد كاتب وناشط سياسي، شكرا لك. مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود.